بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وافتح علينا مغاليق علم الحج برحمة منك يا أرحم الراحمين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عرفة والوقوف بها وحكمة هذا الوقوف ووقت هذا الوقوف وحكم هذا الوقوف، وسنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن سنن الوقوف بعرفة. اعلم أخي أن للوقوف بعرفة سنن كثيرة، احرص أن تلتزم بها وأنت واقف في ذلك المكان المقدس. السنة الأولى، يسن للحاكم أو نائب الحاكم كإمام الحرم المكي مثلا أن يخطب الناس سواء في الحرم أو في غيرهم، يعمل خطبة في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويعلم الناس مناسك الحج وينبههم على ما يحتاجون من أحكام وتوصيات في الأيام المتبقية من الحج. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الحاجة يروون إبلهم فيه، لأن الماء كان قليلا في ميناء، فكانوا يرتوون من الماء ويروون إبلهم ويحملون الماء معهم لميناء وما بعدها. وقيل سمي به لأن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في منامه أنه يذبح ولده، فلما أصبح كان يروء في النهار كله، أي يتفكر أن هذا الذي رأى في المنام من الله تعالى فيأتمر به أو ليس كذلك. السنة الثانية من سنن الوقوف بعرفة أن يغتسل من يريد الوقوف قبل الوقوف بيوم أو قبل الوقوف مباشرة. وعندنا حقيقة قاعدة عامة في الشرع أن كل مكان يجتمع فيه الناس فيسن له الاغتسال حتى لا يؤذي الناس برائحة عرقه. يعني يوم الجمعة يسن الاغتسال، صلاة العيد يسن الاغتسال، الآن دخول المدينة ومكة يسن الاغتسال، طواف الإفاضة يسن الاغتسال، وكذلك إلى آخره، وكذلك الوقوف بعرفة. هذا موقف يجتمع فيه الناس، فينبغي أن تكون قريبا بقلبك ويكون جسدك طاهر نظيف لا تؤذي غيرك من الواقفين، فبإذن الله عز وجل يبيض الله عز وجل سريرتك كما طهرت وبيضت جسدك بالماء الزلال النظيف. السنة الثالثة، دخول عرفة بعد الزوال، أي يسن لك أخي أن تدخل إلى منطقة جبل عرفة بعد دخول وقت ظهر ذلك اليوم. بعد الزوال يعني عند أذان ظهر ذلك اليوم. السنة الرابعة، يسن لك أن تجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، فتصلي الظهر وتصلي العصر أربع ركعات جمع تقديم، والله تعالى أعلم. السنة الخامسة، يسن لك أخي أن تكثر من الأذكار من تسبيح وتهليل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وخير هذه الأدعية التي يدعو بها المرء ويسبح بها المرء ويمجد بها المرء ربه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ومن الدعاء المأثور أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث رواه الإمام الترمذي ومالك في موطئه والبيهقي في سننه. السنة السادسة من سنن الوقوف بعرفة، احذر أخي الحاج من المشاتمة والمخاصمة واحتقار الناس، واحرص أن يكون ملبسك ومأكلك في هذا اليوم خاصة وقبله من الحلال، وأن تتفرغ بباطنك وظاهرك عن جميع العلائق والعوائق والمخالفات. يوم عرفة يوم زحمة، وهو يوم حار، وهو يوم حقيقة الإنسان أحيانا لشدة الزحام ولبعض المشاكل التي تحدث قد تؤدي به
إلى أن ينفرط لسانه في الحرام. فاحرص أخي في هذا اليوم ألا تتكلم إلا بخير، فكل حرف محسوب عليك، وإن كان الإثم في غير هذا اليوم السيئة بسيئة فقد يضاعف الله عز وجل السيئات في هذا اليوم كما يضاعف أو يضاعف فيه الحسنات. فاحذر أخي أن تلتزم ويلتزم لسانك فقط بما هو خير، بذكر الله، القرآن الكريم، الدعوة إلى الله، الدعاء، الاستغفار إلى آخره. السنة السابعة: يستحب أيضا لمن يقف في هذا المكان الطاهر أن يحرص دائما على استقبال القبلة وأن يكون طوال يومه طاهرا. حاول دائما تكون على وضوء، وحاول قدر استطاعتك تبقى متجه إلى القبلة في دعائك واستغفارك حتى يتقبل الله عز وجل منك. السنة التالية وهي السنة الثامنة: يستحب لمن يقف في عرفة أن يحرص أن يقف عند تلك الصخرات المباركات في ذلك المكان الذي وقف فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن أمن إذا الناس وإن استطاع أن يقف دون مشقة وعنف في ذلك المكان. لكن للأسف حقيقة في يومنا هذا يصعب على المرء أن يقف في ذلك المكان لشدة الزحام إلا وقد يلاقي العنف أو ينفلت لسانه أو يؤذي غيره أو يؤذي غيره. لذلك لا أنصح أحد حقيقة أن يقف في ذلك المكان خاصة في عصرنا هذا لشدة الزحام. أما إن دعته نفسه إلى أن يصل ويزور ذلك المكان ليرى فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم، لكن لا يطيل الوقوف فيه. أما السنة التالية وهي السنة التاسعة: يسن أن يقف في عرفة ويبقى واقفا من ظهر ذلك اليوم حتى غروب شمس عرفة ليجمع بين الليل والنهار، بل يندب لكل حاج أن يمكث في عرفة إلى زوال السفرة قليلا بعد الغروب، يعني شفت المغرب أيضا بعد الغروب، ثم يذهب بعد ذلك وينفر إلى مزدلفة بسكينة وهدوء ووقار، ملبي مكثر من الدعاء والاستغفار والأوب والرجوع إلى الله. السنة العاشرة والأخيرة: يسن أن ينوي كل من يقف على عرفات، ينوي أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، والسنة لأنه قد لا يصل إلا متأخر في وقت طويل من الليل. نأتي الآن إلى بيان الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الركن، وهو أفضل أركان الحج، ويليه الوقوف بعرفة ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق. فطواف الإفاضة هو ذلك الطواف الذي يطوفه المرء بعد أن يقف بعرفات وينام بمزدلفة، فإنه في يوم النحر يرمي جمرة العقبة الكبرى ويذهب ليطوف طواف الإفاضة إن لم يكن قد طافه مع عمرته. طواف الإفاضة ركن، ومعروف حقيقة أن سنة البيت الطواف، والطواف في البيت شرع لعبادة ومعنى عظيم جدا جدا جدا. فلنأتي إلى حكمة الطواف البيت، إلى شيء بسيط من روائع هذه العبادة الرائقة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. والله حقيقة لو يتفكر الإنسان فقط في حكم الحج وفي حكم هذه المناسك الرائعة لعلم علم اليقين أن هذا الحج هو من صنعة خالق حكيم عليم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حقيقة الطواف فيه معاني عجيبة جدا، نبدأ ببيان بعضها. نحن نتوجه من بيوتنا بالملايين كي ندور حول هذا البيت. لماذا ندور حول هذا البيت؟ تخيل إنك بدك من إنسان حاجة، طلبت منه حاجة رفض، إيش بتعمل؟ تروح على بيته، سكر الباب في وجهك وإنت مصر إنك تقابله ويرد عليك، إيش بتسوي؟ بتدور حول بيته، تنظر إلى الشباك، إلى مدخل، تناديه. وكأن الإنسان حقيقة قد طغى وتجبر وزادت معاصيه وابتعد عن باريه، ويريد أن يرجع ويتوب إلى الله، يدعو الله، لكنك أخي قد أسرفت في المعصية.
وأسرفت في ابتعاد عن الله، فأردت أن يستجيب الله عز وجل لطلبك، فخرجت من بلدك قاصدا بيت ربك تريد أن تسأله عسى أن يستجيب لطلبك، تطرق بابه وتقف عند الملتزم وتدعوه كأنه لا يستجيب لك لكثرة ظلمك، فتطوف بالبيت تبحث عن فرجة بقلبك وروحك كي ينظر الله عز وجل إليك، إلى هذا القلب المقبل عليه، إلى هذه العين الباكية الدامعة التي تستجدي الله عز وجل، والتي قد جاءت بقلب نصوح، وجاءت بقلب خاشع، قلب صادق، قلب باك إلى الله عز وجل أن يغفر له ذنبه ويقبل له أوبة. فإنك تدور وتدور حول هذا البيت، وتدور وتدور وتطلب من الله عز وجل أن يفتح باب الرحمة، وأن يفتح باب القبول، وأن يفتح باب المغفرة، وأن يفتح بابا لقلبك، بابا مفتوحا إلى السماوات العلى، بابا تأتي منه الرحمة وتلج منه تلك النفحات الإلهية الربانية التي يعود بها المرء من ذلك المكان، وقد رجع قلبا جديدا قد محى الله عز وجل ما التصق به من درن ووسخ ومعاصي وسواد. فسبحان الله، كثير من الناس يقول لك بعد ما طفت وبعد ما رجعت من عمرة أو الحج شعرت بتغير حقيقة في قلبي ونفسي، تلك فرجة وتلك نور وذلك باب فتحه الله عز وجل لك إذ قد ذهبت إلى بيته وطرقت بابه. هذه أحد معاني الطواف العظيم الذي شرع الله عز وجل لنا. تخيل أخي، لماذا تطوف أنت بعكس عقارب الساعة؟ يشترط أن يكون البيت عن يسارك وتطوف بعكس عقارب الساعة بالضبط. حقيقة هذا له معنى جميل جدا. الكرة الأرضية تدور حول الشمس، وكأننا كواكب مظلمة ندور حول شمس هذه الأرض، حول مصدر نورها ومنبع حكمتها. فالكعبة شمس هذه الأرض، وهي نور هذه الأرض، منها يسطع نور الإيمان الذي ينير قلوبنا. فنحن كواكب، كأننا كواكب ندور حول هذه الشمس كما تدور الأرض حول الشمس بعكس عقارب الساعة. معنى ثالث جميل، وهو جميل جدا أيضا، الدنيا التي نسير بها كيف نسير؟ مع عقارب الساعة، تعطي مواعيد مع الساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، غدا، بعد غد، بعد شهر، بعد شهرين، تبني حياتك على مستقبل يسير مع عقارب الساعة. أما أنت في ذلك المكان فتدور بعكس عقارب الساعة، وكأنك تقول بلسان حالك قبل لسان مقالك: يا رب، قد جئتك بعكس هذه الدنيا، أسير بعكس ما تسير به هذه الدنيا، الدنيا تسير مع عقارب الساعة، وأما أنا فقد جعلت الدنيا خلف ظهري وأعطيتها ظهري ولم آبه إليها، وأريد أن أسير بعكسها، أريد أن أسير إليك لتقبل توبتي وتغفر ذنبي وتقبلني من عبادك الصالحين برحمة منك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذه معاني عظيمة جليلة رائعة راقية نستخرجها من هذه الشعيرة الثانية، وهي شعيرة الطواف في ذلك البيت. حكمة رابعة أختم بها، حكمة هذا الركن العظيم وهو طواف الإفاضة: إن المسلمين جميعا قد جاءوا من شتى بقاع الأرض، كلهم يطوف حول هذا البيت، وكأن الكعبة هي رمز وحدة المسلمين، فنحن نطوف حول بيت واحد لرب واحد في شعيرة واحدة. فالكعبة هي رمز وحدتنا، وهي البيت الذي نطوف عنه. فالكفرة على مر الأزمان وعلى مر الأعصار يطوفون حول بيوت الظلم وحول بيوت القهر والجبروت والكفر، كما تطوف أمم الكفر في هذا اليوم حول البيت الأبيض. أما نحن فنطوف حول بيت الله الحرام، لنعلن للبشرية جمعاء أن أمة واحدة، وأن مقصدنا واحد، وأن لا نطوف إلى أي بيت إلا لبيت واحد هو بيت الأحد
الفرد الصمد هي تلك الكعبة المشرفة التي هي رمز وحدتنا، وهي رمز كرامتنا، وهي رمز اجتماعنا، فحولها نطوف وإليها نقصد، ومنها ومن واضعها ومن ربها ومن خالقها نأخذ شرعتنا، ونأخذ منهاجنا، ونأخذ سلوكنا، ونأخذ ونرسم طريقنا الذي أوله في هذه الدنيا بالنصر والتمكين بإذن الله عز وجل، وآخرها جنة الخلد والنعيم. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.